أجرى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح اليوم الاثنين بالرباط مباحثة مع أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي تركزت حول مجالات البنية التحتية للنقل. أثناء هذا النقاش عرضت مجالات متعددة، أولا الاستمرار في التعاون الثلاثي التي يستفيد منه إخواننا الأفارقة، ثانيا التفكير في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الياباني على مستوى السكك الحديدية، على مستوى الموانئ، على مستوى الطرق السيارة وغيرها، خاصة عندهم تجربة مهمة في هذا المجال. وثالثا عرضنا أنه الإمكانية التعاون في مجال صيانة البنية التحتية وخاصة البنية الطرقية. JICA and Japan has a very long history of good collaboration with Morocco. And among the good collaboration that we have, one of the most important is the collaboration with the ministry. هذه المباحثة تعتبر فرصة لتثمين التعاون بين اليابان والمغرب، بحيث أن إحدى مظاهر هذا التعاون بالغ الأهمية يتم مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. أما الوكالة والوزارة فقامتا بتفعيل العديد من المشاريع البناءة والمنتجة التي تعود بالربح على الجانبين وعلاقاتهما الثنائية. وكشف عزيز الرباح أنه سيجري في شهر غشت القادم زيارة إلى اليابان، من المقرر أن يتباحث خلالها مع مسؤولي الوكالة ووزراء يابانيين وفاعلين بالقطاع الخاص لعرض أفاق الاستثمار والتعاون والشراكة بين اليابان والمغرب ومن خلاله مع الدول الإفريقية.